كنرحب بالممثل ديال شركة العمره. اولا كنشكر الاخوان في المكتب اللي حنا هذه النقطه تقريبا منين تاسس المكتب ديالنا وحنا كنناقشوها، يعني الظروف ما سمحت لنا ندرجوها الا في هذه الدوره. كما لا يخفى على الجميع ندروش كما كان السيد الرئيس كاين مجموعه من المنازل المهدده يعني بالسقوط، يعني خص واحد هذه النقطه كنت اثرتها يعني الاسبوع الماضي في خضم المجلس الاداري للوكاله الحضاريه بحضور الكاتب العام للوزاره، يعني نبهت بانه الدرويش يعني كيعاني من ظاهره ديال الدرس الايل السقوط، ويعني ادراج هذه النقطه يعني كيأكد يعني القوه ديال الاكراه اللي كنعانيو، يعني بالاضافه الى هذه الظاهره ديال دور اي السقوط، كاين عندنا في الدرويش كما لا يخفى على الجميع انه فيه مناطق فيضانيه خاصه المنطقه ديال واد كرت، يعني كاين مجموعه ديال الدور اللي ضربها الفيضان ديال 2008، يعني خلف فيهم واحد التشققات واحد التصدعات، يعني السكن فيها يعني يعتبر يهدد سلامه وامن الساكنه، يعني هاد الناس خصني يعني يجب ان يؤخذوا بعين الاعتبار. دون ان ننسى بان كنعتقد بان في منطقه ديال الريف، يعني المنطقه الوحيده اللي فيها دور الصفيح ديال القصدير، منطقه ديال الريف نقولها لان كنحضر مجموعه ديال الاجتماعات كيقول لك الحمد لله المنطقه ديالنا ما فيهاش، حنا عندنا في الدرويش يعني ما غاديش ننكروا، يعني بالاضافه قلت الديور الدور اي للسقوط والدور اللي ضربها من الفيضان، عندنا واحد حي تبارك الله كبير فيها حي اداري وفيها حي تيدينسيا، يعني هاد الناس كيعيشوا في واحد الظروف بالنسبه ليا ظروف غير انسانيه، يعني هاد الناس مواطنين مغاربه اللي يستحقوا التكريم، لان حتى الشعار ديالكم اللي كترفعوا انتم العمران الحق في السكن الحق في السعاده، هذا ما عندهم لا سكن ولا سعاده، يعني الله يجزيكم بخير، يعني خصنا نديروا واحد الخطه. كان سبق الاخوه السيد الرئيس مشكورا يعني بطلب من المكتب كان استدعانا المدير ديال الوكاله ديال العمره ودرنا معاه بحضور السيد باشا، كنا درنا معاه واحد الاجتماع يعني درنا جميع السيناريوهات، لان هذا بالنسبه ليا وبالنسبه كيبان لي يعني جميع الاعضاء حتى واحد ما غادي يسمح للتيار، لان هاد الناس راه مساكنين في ظروف جد وجد وجد سيئه، يعني خصنا ندفروا يعني المجهودات ديالنا نشوفوا يعني التخريجه اللي غادي تلائم هاد الناس، واش السكن ديال 140000 درهم يعني واش يقدو، واش كاين يمكن قطاع اللي حسب العلم ديالي اللي كنعرف كاين شي قطاع كيتعطاو هاد الناس الثمن ديالهم واحد 20000 درهم. نعم، اذا هاد الناس خصنا السيد الرئيس وباقي الاخوه الاعضاء خصنا نتعاونوا باش نوجدوا الحل لهذه السكينه من المواطنين، هذو المواطن المغاربه.